بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعة أقل حاجة عند أبو هاشم من تصميمنا وابتكارنا، إن شاء الله شغل يعني يشرف أي حد. حضرتك هشام محمد علي، مواليد مصر، 27 سنة، أعمل لدى محل أبو هاشم مشاور الأسماك، شعبية 10، محمد بن زايد. نتكلم عن هذا المحل أبو هاشم، يعني متى تم تأسيس هذا المحل؟ والله هذا المحل يعني كان معانا من 2003، وكنا يعني كنا شغالين في مكان تاني، وبعدين رجعنا 2013 وتم الحمد لله افتتاحه، شغال معانا كويس الحمد لله. نتكلم عن الخدمات اللي بتقدمونا من داخل. يعني خدماتنا كلها يعني كل سمكنا فريش، كل سمكنا بيجي من المينا، بيجي من دبي. يعني طريقة الشغل اللي حضرتك بترغب فيها، إن كان زيت وليمون، إن كان صوص، إن كان